تحت عنوان كيف يمكن لأمريكا تقديم مساعدة فعالة إلى مصر في حربها ضد الإرهاب، قال المحلل الأمني محمد سليمان في مقال نشره موقع معهد واشنطن إنه في مواجهة العدو الإرهابي المشترك العنيد ينبغي على الولايات المتحدة مواصلة توسيع دعمها العسكري لتحسين قدرات الجيش المصري في مواجهة تنظيم داعش في سيناء. فمن دون تعزيز القدرات والدعم العسكري الأمريكي لا تتمتع مصر بالتجهيزات الكافية لمجابهة هذا الخطر المتنامي، وسيحصل تنظيم داعش على موطئ قدم أساسي يمكنه من التوسع باتجاه أجزاء أخرى في الشرق الأوسط. أما الجانب المصري فعليه دمج تقنيات حديثة لمكافحة الإرهاب مع عقيدته العسكرية. كيف تقرأ أستاذ أحمد هذه التوصية من أحد الباحثين وكتبت في معهد واشنطن إن هو بيوصي الولايات المتحدة بدعم الجيش المصري من أجل أن يقوم بمجابهة داعش؟ هو الحقيقة العنوان الخفي هو يعني دعم الجيش المصري من أجل إخلاء سيناء، يعني ليس من وجه داعش. يعني لأنه بص، أنا الأسبوع اللي فات كنت عندكم هنا تقريبا كان في خبر بيقول إن الجيش المصري في رقم 10 في العالم، فانا حتى شككت في قلت المساله دي ايه دي، ان امبارح لقيتهم نزل بقى 12. نزل نعم، وبقى 14 الصحف الدوليه عن وصل 12 تقريبا. هو ده ليه علاقه بانه هو انت عايز ايه من الجيش؟ انت بترفعه وتنزله حسب مقاييس، وقلنا ان المقاييس ما بتخضع لعده، يعني التصنيف لعده مقاييس مش وقتها، لكن هنا الكلام ده هو بيفصح عن الدور المطلوب بقى من من الجيش المصري. لانه هنا لما بيقول لي بعد 5 سنين دعم او تحسين قدرات الجيش المصري على مواجهه تنظيم داعش، عيب قوي ومسبه كبيره انه 2000 واحد او 1000 واحد انت بقالك 5 سنين بتحاربهم، انت مش قادر ان انت تنتصر عليهم بافتراض ان هم ده لو كل شهر موتت واحد مش هتلاقي منهم ال1000 وال2000. الحاجه الثانيه انه هنا الاخطر بقى اللي هو شايف انه اخطر حاجه في المساله كلها هو الجزء اللي قالت انه دمج تقنيات حديثه لمكافحه الارهاب مع العقيده العسكريه. والحقيقي ما معنى ذلك؟ يعني ايه علاقه دمج التقنيات بالعقيده العسكريه؟ البعض يقول مختلفه، العقيده حاجه والتقنيات حاجه. لا، انت لما العقيده الثابته لدى اي جيش من كل جيوش الدول العالم انه في عقيده عسكريه بانك عندك عدو هو المعروف. يعني في مفترض في العرب او في المسلمين او جيش مصر تحديدا العقيدة العسكرية الأولى هو أن الكيان الصهيوني هو العدو الأول والوحيد. تبنى العقيدة العسكرية على هذا، على عدو الوطن. أنت لما تدمج مع العقيدة العسكرية مسمى تحت مسمى الإرهاب، ثم تجد أن أصلا مفترض أن هو العدو الأساسي بتاعك بيشترك معك فيما يسمى عملية الإرهاب، إذا هنا الباب لتسهيل الاندماج والتعاون مع الكيان الإرهابي الحقيقي في العالم اللي هو الكيان الصهيوني الإسرائيلي. وده اللي الكيان الصهيوني قدر يدخل منه في ازمه مثلا زي ازمه ايران، واللي حصل بنشوفه مع السعوديه هو اللي بنشوفه في مصر، هو اعاده دمج الكيان الصهيوني مع الجيوش العربيه، وتراجع مساله انه العقيده العسكريه لدى الجيوش العربيه في ان اسرائيل هي العدو وهي التاريخ، لكن انت هنا بيصبح الجيش الصهيوني هو احد يعني المفردات العقيده العسكريه بانه هذا جيش يدعو السلام، وان احنا انا وهو بنخوض حرب مشتركه كما تروج الدول العربيه. اتضحت خطيره.